هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن احسن 10 مرطبات للشفايف انا جربتهم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو حبيتوا الفيديو اعملوا لي لايك، ولو عجبتكم القناة وكنتوا لسه ما اشتركتوش دوسوا سبسكرايب واشتركوا في القناة وفعلوا كمان زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. انا بحب فيديوهات المقارنة جدا، واصلا عاملة القناة على الاساس ده، اني انا اقارن بين 10 منتجات مختلفة او 10 ماركات مختلفة من كل منتج. والنهاردة هتكلم عن 10 ماركات مختلفة للليب بالم، مرطبات الشفايف. هبتدي من اقل حاجة حبيتها لاكتر حاجة حبيتها. اقل حاجة حبيتها هي تشاو. انا معايا منها نوعين، دي لاتيه ودي بجوز الهند. انا جبت الاول لاتيه وما عجبتنيش خالص، فقلت اجيب اللي بجوز الهند، عشان في ناس بتقول ان الحاجة اللي هي بتبقى من غير لون خالص بتبقى اقوى، بس عموما ما عجبتنيش خالص. اهي سايحه سايحه جدا، حتى الباكج بتاعها مش حلو خالص. بصوا سايحه ازاي، ده انا لسه مطلعاها من الثلاجه من اقل من نص ساعه كده، سايحه قوي. اللون بتاعها حلو على الشفايف، لكن ما عجبتنيش خالص انها سايحه، ده غير انها مش بترطب خالص، ترطيبها مؤقت جدا، مجرد طبقه كده على الشفايف زي طبقه زيت كده، وبعد كده الطبقه دي بتختفي وبلاقي شفايفي ناشفه جدا جدا بعدها. انا قعدت فتره كبيره استخدم شاو دي، بعد كام يوم لقيت ان شفايفي بتتشقق وبتبقى ناشفه جدا. دي جوز الهند ها احسن شويه، لكن برضو الباكج بتاعها مش احسن حاجه، لا يعني ما عجبتنيش خالص. كمان ريحتها مش قويه، واللون طبعا بتاع واللون بتاع جوز الهند ده شفاف خالص، لكن بتاعت دي اهو لونها على الايد بيكون كده. يعني انا خايفه اعمل بيها لانها سايحه جدا. اهو ده اللون وده جوز الهند، مفيش خالص طبعا لون شفاف، اهو شفاف مفيش حاجه اصلا. تشاو دي صناعه مصري، ثمنها 6 جنيه تقريبا، من 6 ل 10 جنيه يعني. فيها روايح مختلفة، حوالي 9 روايح، في بالتوت البري وبالكاندي وبرتقان وفراولة وخوخ وفانيلا وبطيخ وبالصبار، والاتنين دولت باللاتيه وبجوز الهند. بس عموما انا منصحش حد بيها قوي، هي ترطيبها مؤقت جدا جدا، مش بيدوم اكتر من ساعتين خالص يعني، وبعد كده بتنشف الشفايف. رقم 9 معايا هي اماندا. دي اماندا برضو صناعة مصري، دي بالفراولة، هي ريحتها جميلة بس مش قوية، مكتوب عليها بالشيا بتر وفيتامين اي. حجمها 4.8 جرام، سعرها 10 جنيه، من 10 ل 15، بس هي عادة ب10 جنيه في الستاند بتاعهم. منها روايح، 6 روايح زي كراميل والورد واللولي بوب اللي هو اللبان وجوز الهند والفراولة اللي هي دي والكرز. دي لونها ضعيف جدا، اهو ده لونها، اهي على الشفايف لونها ضعيف قوي على الشفايف. هنا في الشاشة اغمق من الحقيقة، لا هي لونها ضعيف جدا في الحقيقة. ترطيبها متوسط، ممكن 2 ل 3 ساعات بالكتير قوي قوي لو ما اكلتيش او شربتي. حبيتها لانها سعرها اقتصادي، لكن برضو ترطيبها مش اقوى حاجة يعني، معاكي في الشتاء لا، هي ترطيبها مناسب بس في الصيف. رقم 8 معايا هي لونا. هي جميلة، انا حسيت ترطيبها اتقل من اماندا وتشاو،
حجمها 3.5 جرام، سعرها 10 جنيه، صناعة مصري برضو، منها 6 روايح بجوز الهند والفراولة والخوخ والايس كريم والورد والكولا. دي ده الاصدار الجديد. انا معايا برضو الاصدار القديم اهو، ما حسيتش بفرق قوي، بس بالكولا دي مفيش لون خالص، لكن ترطيبها كويس وكمان متماسكة جدا، والباكج بتاعها كويس قوي. ده لونها من جوه، بس هي ما بتديش لون خالص على الشفايف اهو، لونها اهو مهما تقلت مفيش لون خالص. هنا وردي خفيف قوي، بس هي ما بتديش لون خالص على الشفايف. ودي القديمة مخلصوها زي ما انتوا شايفين كده. القديمة اللون ده كان اقوى بكتير وباين على الشفايف من دي. في ناس جربت اللي بالفراولة بيقولوا انها بيبقى ليها لون على الشفايف، اللي هي الاصدار الجديد. فلونة لا انصحكم بيها قوي، من احلى مرطبات الشفايف اللي انا جربتها. رقم 7 معايا، وهتستغربوا اني انا مخليها 7، احلى من الفاتو، هي بتاعت ماي واي. دي انا مجربة منها كتير، ودي ودي بتكون جاية في علبة زي كده، دي بالفراولة اللي هي دي، جميلة جدا. لونها بقى جميل على الشفايف دي اهي. في كمان بالبطيخ، دي لونها وردي كده شوية على الشفايف، وردي هادي. وفي بالتوت، دي اقوى لون فيهم اهو، انا مخلصاها خالص اهو، ده لونها. التوت يبقى ترتيبهم من الاقوى للاخف، التوت بعد كده الفراولة بعد كده البطيخ. طيب الريحة، ريحة البطيخ احلى ريحة، بعد كده التوت وبعد كده الفراولة. عجبتني قوي ريحة البطيخ. كمان جربت اللي بالخوخ، بس هي مش معايا دلوقتي. لا مش حلوة خالص خالص، منصحش حد يجيبها خالص، ملهاش لون قوي. كمان ريحتها وحشة جدا، مش ريحة خوخ خالص، ما عجبتنيش خالص. فانا خليت بتاعت ماي واي رقم 7، لان هي ترطيبها حلو قوي، بيدوم ساعتين، وكمان الوانها جميلة جدا واغمق من او بتدي لون على الشفايف اكتر من بتاعت اماندا ولونا. بتاعت ماي واي دي حجمها 3.3 جرام، سعرها بيكون من 6 ل 10 جنيه، وبرده صناعة مصري. رقم 6 معايا بتاعت ايفون، دي جميلة قوي، هي حجمها 10 ملي، صناعة بولندي، مكتوب عليها ليب باتر. هي جميلة خالص، اكتر حاجة عجباني فيها الابليكيتور بتاعها، بيبقى كده على الشفايف، وده القوام بتاعها من جوه اهو، اهو كده. بيكون كده ريحتها قوية جدا وجميلة، بحبها قوي. ترطيبها جميل خالص، مناسب في الشتاء والصيف. ترطيبها قوي، لكن كل اللي فات كان ترطيبهم متوسط. رقم 5 معايا هي لابيلو. لابيلو دي جميلة جدا، انا حبيتها خالص. حجمها 4.8 جرام، سعرها بيبقى بحوالي 35 جنيه، صناعة ألماني. دي بالشيري اهي من جوه، دي بقى متماسكة قوي، انا بحسها شبه أماندا قوي اهو، بس أماندا حجمها اقل من لابيلو، وكمان مش متماسكة زي لابيلو، لابيلو قوامها متماسك اكتر، ده في الصيف يعني. لونها بتدي لون على الشفايف جميل قوي، ترطيبها قوي، عجبتني قوي في الشتاء، بس مش اقوى حاجة. موجود منها روايح زي الشيري اللي هي دي،
وفي اوريجينال بيقولوا ان ترطيب الاوريجينال او الكلاسيك بتكون اقوى واحده. الحقيقه انا ما جربتهاش وما اعرفش. وفي بالورد مكتوب عليها سوفت روز والبطيخ والفراوله. اللي بالفراوله ليها لون اقوى من ده، دي لونها مش قوي للدرجه على الشفايف، بس ترطيبها قوي وجميل خالص، انا حبيتها جدا. كمان هي بتبقى تقيله كده على الشفايف، قوامها تقيل مش مجرد زي حاجه زيتيه كده زي بتاعه شاو. رقم 4 معايا من اكتر الحاجات اللي حبيتها وقررتها كمان هي تناكو. دي بالصبار، ودي لونها كده بالفراوله تقريبا. دي عجبتني اكتر، لونها كان اقوى من الصبار. وخلي بالكم اللي بالصبار دي في منها تقليد، انا جبت واحده تقليد من سوق اللي هو كان زمان سوق، ما عجبتنيش خالص وترطيبها مش زي دي خالص. انا من حبي ليهم دي واكلاها مخلصاها خالص اهو، ودي كمان برضو واكلاها مفضلش فيها غير الحبة دولت، فعجبتني جدا جدا سواء ترطيب او لون. ترطيبهم اقوى بكتير من بتاعة ماي واي، ولونهم اقوى بكتير من لابيلو، فعلشان كده حطيتهم رقم 4. هم حجمهم 3.5 جرام وسعرهم بيكون 35، ودلوقتي قل كمان عن زمان، انا كنت جايباها من حوالي سنتين. فبتاع التناكو دي جميلة، ولو جت قدامي برضو هجيب هجرب منها الروايح او الاطعمة التانية، بجد تحفة جدا وانا حبيتها جدا، ودي اكتر حاجة انا مخلصاها اصلا من كل اللي عندي، بتبقى مناسبة سواء في الصيف او في الشتاء، ولونها ساعات بنام بيها وبتفضل. كمان يا جماعة بتاعت ماي واي بنام بيها وبتفضل في شفايفي لحد تاني يوم. رقم 3 معايا هي لونة دي لبس ربي. دي حجمها 10 جرام وسعرها 20 جنيه، صناعة مصري شركة لونة معروفة جدا. دي من اكتر الحاجات المشهورة بالشيا بطر، جميلة جدا. بس انا حسيت ان ده الاصدار الجديد، انا كنت مجربة الاصدار القديم وكان عاجبني جدا، كان اتقل، لكن الاصدار الجديد ده لا مش تقيل زي التاني اهو، سايل كده بتطلع بشكل سايل خالص اهو، شايفين سايل ازاي؟ لا ما عجبتنيش التانية، كانت اتقل، معرفش الفكرة في ايه. وفي ناس برضو اتكلمت عن الفكرة دي او عن المشكلة دي، فانا بتكلم معرفش بقى العيب في الباكج بتاعتي انا ولا ايه، فانا بتكلم عن تجربتي الشخصية مع الاصدار القديم. ودي برضو ترطيبها حلو يعني مش وحش، بس مش حلوة لما بتطلع كده بتبقى كلها سايلة، فلازم تتحكمي كويس فيها. رقم 2 بقى من اكتر الحاجات اللي عجبتني تندر كير من اوريفلام. دي تحفة جدا جدا، حجمها 15 ملي، سعرها بيكون من 35 ل40 جنيه، انا كنت جايباها زمان ب 35. صناعة بولندي لان شركة اوريفلام شركة سويدية، تحفة جدا. انا مخلصاها خالص ما فيهاش اي حاجة من جوه، بس حطيت مكانها لبس كراب. جميلة جدا، ترطيبها قوي جدا. دي ما كانش ليها لون، في منها انواع كتير جدا معرفش ليهم لون من جوه ولا لا، بس دي من اكتر الحاجات المرطبة اللي انا جربتها في حياتي للشفايف، فعلا حاجة علاجية مش حاجة تجميلية خالص، بجد جميلة قوي وريحتها كمان حلوة. دي مش فاكرة كانت بالفراولة ولا بالتوت، انصحكم بيها جدا جدا. شركة اوريفلام موجودة في اي مكان، ف لو لقيتوها وما كانش حد جربها لا جربوها، وانا هكررها تاني قريب جدا اصلا بس لما اخلص كل اللي عندي. رقم 1 معايا بقى بتاخد جايزة احسن مرطب شفايف جربته في حياتي، هي دي فازلين لبس ربي. دي طالعة جديد، حجمها 20 جرام، سعرها ب55 جنيه، اهو مكتوب عليها 55 هنا. هي اسعارها متفاوتة كتير، صناعة بولندي، في منها 4 حاجات، في روزي لبس وبزبدة الكاكاو والوفيرا اللي بالصبار، وفي الاوريجينال اللي انا جبت دي علشان تكون اتقل حاجة
وفعلا جميلة جدا، حجمها كبير قوي، هي مكتوب عليها 20 جرام اهو. بصوا كميتها كبيرة، يعني انا باخد حاجة كده بسيطة. تحفة بجد يا جماعة، بقالها كتير معايا من الشتاء اللي فات، وما خلصتش خالص، بتقعد فترة كبيرة جدا جدا. ترطيبها قوي جدا جدا، هي حاجة علاجية كمان، موفرة جدا، فهتقعد معاكي كتير قوي. دي بقت صاحبتي جدا في الشتاء، بجد تحفة جدا، انصح اي واحدة تجربها لو كانت شفايفها متشققة قوي في الشتاء، جميلة خالص. فدولت الحاجات اللي انا جربتها، دي كانت علاجية هي وبتاعت لونة، بس دي عجبتني اكتر واحدة، وكمان بتاعت اوريفلام انا اعتبرتها علاجية. فدولت التلاتة مناسبين في الشتاء، وطبعا دي انسب واحدة، وبعد كده تندر كير بتاعت اوريفلام. لكن وكمان لابيلو وبتوع تناكو، يعني الى حد ما لو ما عندكيش تشققات قوية قوي في الشتاء جربيهم. لكن الباقي سواء ماي واي او لونا او اماندا او ايفون او تشاو، تشاو دي ما انصحش بيها اصلا لاي حد خالص، انصحكم بيهم. دولت حلوين قوي، حلوين قوي يا جماعة. واكتر حاجة بتدي لون هي تناكو. يبقى كده رتبناهم من حيث الترتيب. طيب من حيث اللون اكتر حاجة وبعد كده بتاعت ماي واي اللي بتودي، وبعد كده لابيلو، وبعد كده بتاعت شاو دي اللي هي لاتي، واماندا دي. ولونا الاصدار القديم برضو من الحاجات اللي بتدي لون. في حاجة كمان جربتها ما حسيتش خالص ان هي بترطب الشفايف، الفازلين العادي. وكمان حاجة تانية الناس بتتكلم عنها، هو ده الليب جلوس ده بتاع اوريفلام، لا هو مش بيرطب الشفايف، هو مجرد تنت على الشفايف، ولونه مش بيستمر. انا ما حبيتهوش كتنت، هو مكتوب عليه ليب جلوس، يعني هو ليب جلوس بس انا حسيته اكتر وحبيته اكتر كتنت للخدود، عجبني اكتر خالص على الخدود وبيستمر لفترة كبيرة. انا كنت اتكلمت عنه بالتفصيل في فيديو احسن 10 منتجات في اوريفلام، لو حابين تشوفوه هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف او الديسكريبشن بوكس. وبس كده حلوين، كده بيكون خلص فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشيروا الفيديو، واشتركوا في القناة لو ما كنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصلكم مني كل جديد. باي.